الأقل المتجددة من برنامجكم في رحاب القرآن. اليوم نتقدم رويدا لنودع سورة عظيمة عنوانها كبير، نودعك يا سورة الشورى. وما أحوجنا إلى الشورى ونحن نخوض هذه المرحلة، هذه الحقبة من تاريخنا. الشورى منهج ومسلك ينسجم مع سلوك المسلمين جميعا، فجميع شؤونهم خاضعة للشورى حتى يتحقق الوئام والانسجام. إذا نحن نودع هذه السورة التي حملت هذا الاسم الكبير وأقرنته حين تحدثت عنه بالصلاة وبالزكاة وبالإنفاق. إذا إنها سورة الشورى نودعها اليوم. تتحدث السورة في هذا المقطع الذي ستختتم به اليوم عن قضايا جوهرية مهمة نحن في أمس الحاجة إلى أن نقف عندها ونفكر فيها ونعتبرها. معنا دائما لتدارس هذا القرآن وللحديث عنه ولمحاولة الاقتراف من معينه الذي لا ينضب لفيف من أهل القرآن. معي شابان اليوم من أهل القرآن، معي سيدنا كابر ممون، مرحبا بك معنا أخي، أنت ضيف لست الأولى من نوعها تكون معنا. أيضا ومعي الشاب الذي يحل ضيفا على برنامجنا وهو الشاب المجاز محمد عبد الجليل، مرحبا بك يا أخي معنا. إذا ومعي شيخنا جميعا الأستاذ والشيخ الداعي عبد الله بن عبد المالك، مرحبا بك معنا اليوم. أنت نعرفك من على هذا البرنامج وستقف معنا مستنبطا ومتدارسا معنا هذا المقطع من سورة الشورى. إذا مرحبا بكم أيها السادة المشاهدون، لا تنسوا تأخذوا بمصاحبكم وأنتم تستمعون لهذا القرآن بعد إخلاص النية والإنصات جيدا حتى نحقق الهدف جميعا، وهو رحمة الله سبحانه وتعالى وتنزل الملائكة وحفظهم بنا. إذا مرحبا بكم معنا، تابعوا معنا هذه الحلقة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا. إذا بادئ بدنا نستمع إلى هذا المقطع سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله العظيم. إذا محمد عبد الجليل تقرأ بالرواية الأخرى، هي برواية الإمام ورش النافع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن
يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا له من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم. نعم هذا هو القرآن حين يتحدث عن قضايا مصيرية كبرى. إذا مع الشيخ عبد الله ما يوفق. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لساني يفقهوا قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا شك أن هذا القرآن المكي يهز الكيان هزا وهذه الصورة بمجموعها تريد من بدايتها إلى نهايتها أن تحقق حقيقة ثابتة لكل عاقل وأقول لكل عاقل لأن غير العقلاء لا يفهمون عن الله عز وجل ويجعلون لله أندادا نسأل الله السلامة والعافية. والسورة من بدايتها إلى نهايتها تريد أن تقول شيئا واحدا حقيقة يشهد عليه الكون أن الله عز وجل وحده هو الخالق هو الرازق هو المعز هو المذل هو المدبر هو المصور. ولذلك المقطع الذي بين أيدينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ملك السماوات والأرض الله أكبر. فخلي خيالك يسرح السماوات ليس ما على موريتانيا فقط من السماوات وليست القطعة الرقعة التي فيها موريتانيا بل ولي فيها إفريقيا بل لله ما في السماوات الله أكبر لله ما في السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض الله أكبر. هذا الملك يذكرني به قول الحجاج أسأل الله أن يرزقني وإياكم الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر لله ملك السماوات والأرض. ويذكرني هذه الآية بسؤال فرعون الكافر المتكبر لموسى لمن وما رب العالمين بما أجابه موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين الله أكبر. فالسماوات والأرض وما بينهما لله عز وجل فماذا بقي لفرعون؟ لم يبقى لفرعون إلا أن يقول آمنت بالله رب العالمين أو يتكبر ويهز منكبيه فيكون مصيره الجحيم الأليم فيقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتها فأجراها الله عز وجل من فوقه. نعم
لله ملك السماوات والأرض، ولذلك قال يخلق ما يشاء. ملك السماوات والأرض نقطتي تفسير، يخلق ما يشاء، الله أكبر. ثم قال جل وعلا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وهو أمر تحبه النفس، الولد، البنات، أبناء. قال العلماء وبدأ بالبنات، يهب لمن يشاء إناثا، لأن قريشا يكرهون الإناث، والله ذكر الإناث كأنه يوصي بالإناث وكأنه يبين قيمة الإناث فيقدمهن على الرجال. يهب لمن يشاء إناثا، الله أكبر. وهنا أسأل الله لكل مسلم رزقه الله بنين أن يرزقه بنات، لأن البنت هي التي تعرف قيمة الأب وقيمة الأم. وهذا قال بعض علماء التفسير يهب لمن يشاء إناثا كلوط عليه السلام، ويهب لمن يشاء ذكورا كيعقوب عليه السلام، ويزوجهم ذكرانا وإناثا كمحمد صلى الله عليه وسلم، أعطاه الله النساء والرجال الأبناء والبنات، ويجعل من يشاء عقيما كيحيى عليه زكريا عليه السلام. وعلى كل حال الآية عامة لا تختص، كما قال مفسر العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي مذكورة في مجال قدرة الله وفي مجال من الله عز وجل. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، الله أكبر. كم من واحد لم يجد ولدا ذهب إلى جميع أصقاع العالم فلم يجد ولدا، وكم من واحد يعطيه الله ولدا وهو يكره الأولاد، أو بنتا وهو يكره البنات، كما وقع في الجاهلية قريش. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوالى من القوم سوء ما بشر به أيمسكه على هون أن يدسه في التراب ألا ساء ما يحمل. إذن فالأولاد نعمة من نعم الله عز وجل، فالله عز وجل هذه حكمته وهذا حكمه، يخلق ما يشاء، الله خالق كل شيء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، الله أكبر. وهكذا اقتضت حكمته جل وعلا هذا الأمر، يجعل من يشاء عقيما. وعلى كل حال يجب على المؤمن في كلتا الحالات أن يكون راضيا بفعل رب الأرض والسماوات، مستسلما منقادا. إذا رزق أولادا يسأل الله أن يصلحهم، إذا رزق بنات يسأل الله أن يصلحهم، وإذا لم يرزق أولادا ولا بنات يسأل الله عز وجل أن يعطيه أفضل من ذلك. وحكمة الله لا بد أن تجري ولا بد أن تسير، ولذلك لا يملك أحد أن يرزق نفسه ولدا ولا بنتا، ولا يمكن لأحد جعله الله يلد أن يجعل نفسه عقيما. فهذه حكمة الله عز وجل، وهذه إرادة الله عز وجل، وهذا الكون كله شاهد على هذه الآية لله ملك السماوات والأرض. فأي ملك أعطاه الله ملك لا يغتر، قال العلماء. وهذا يدل على أن، طبعا البغوي يقول هذا يدل على أن كل ملك يجب أن لا يغتر بملكه. أيها الملك، الملك الحقيقي هو الله، يوم يقول الله تجلى وعلا لمن الملك اليوم، فلا أحد يدعي الملك، فيرد الله بنفسه جل وعلا على نفسه فيقول لله رب العالمين. وكل الملوك في ذلك اليوم يأتون إلى الله فرادا، لا يلبسون شيئا، ليست عندهم نعال، يأتون إلى الله كما قال الله ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فيا عبد الله
إذا كان الله قد أعطاك الأولاد فلا تفرح بهم، اجتهد على تربيتهم، سل الله أن يكونوا لك قرة عين، ولن يكونوا قرة عين إلا إذا ربيتهم على منهاج سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين. اجتهد على تربيتهم وهم نعمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنهم ولد صالح يدعو له، علم بثه في قلوب الرجال، صدقة جارية. فلا بد أن نصلح أولادنا وأن نربيهم. وإذا كنت لم يعطيك الله أولادا فربي أولاد المسلمين وكن من يربيهم، بل وإذا كان الله قد أعطاك أولادا فربي أولاد المسلمين مع أولادك حتى يدعون لك. وحتى نحن الآن كل واحد منا يسأل الله للشيخ أن يغفر الله له وأن يتوب عليه، فنحن لسنا أبناءهم لكنهم آباؤنا من جهة التربية ومن جهة التعليم. وعليه فالله عز وجل لله ملك السماوات والأرض، نعم، يخلق ما يشاء، إنه فعل الله، نعم، إنه عليم قدير، إنه عليم. نعم، إذا بارك الله فيكم. إذا الشيخ نعود معك مع هذه الوقفات آية تلو الأخرى. ستين نسمع منك الرواية التي لم تقرأ بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله العظيم. أمين. ونحن ندعو في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. أمين يا رب العالمين. طبعا المشاهدين يمكنهم الاتصال بنا الآن للتصحيح وللأسئلة. طبعا نحن نشدد الدعوة دائما أن نصغي إلى هذا القرآن من أجل أن نتدبره. الشيخ، وقفتك الثانية مع هذا المقطع. الله أكبر. وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. طبعا هذه الآية، اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيا كما كلم الله موسى ونظر إليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لم ينظر موسى إلى الله عز وجل. فأنزل الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ومن وراء حجاب. طبعا الله عز وجل يكلم هؤلاء الرسل بالوحي، يأتي موسى، يعني في جبريل. شيخ، نحن نستأذن كل بعض المشاهدين التحق بنا مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله، تفضل يا أخي، نحن استمعنا إليك. نعم تفضل يا أخي، تفضل يا أخي، بارك الله فيك. إذا قاطعناك، أسف شيخ. نعم،
يوحي إليه في المنام أو بالإلهام وعن طريق جبريل عليه السلام. نعم أبدون لم تغلب حتى الآن على مسألة صفاء الصوت، تفضلنا. ومن وراء الحجاب كما وقع لموسى يسمع الله عز وجل ولا يراه، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ولذلك المؤمن يؤمن بأنه يوم القيامة، نسأل الله عز وجل أن نرى الله. السلام عليكم، تفضلي أختي بارك الله فيك، نحن في الاستماع إليك، تفضلي. عندي سؤال. تفضلي بارك الله فيك. عندي سؤال. ها؟ تفضلي أختي، من لله ملك السماوات والأرض. في نهاية سورة الشورى هي مقطعنا اليوم، تفضلي اقرأي هذا المقطع. تفضلي يا أختي، إذا كان لديك أيضا سؤال يتعلق بتدبر هذا المقطع فنحن برفقتنا الشيخ، تفضلي تفضلي. لكن أختي بارك الله فيك، اقرأي إذا كنت ترغبين في ذلك، أو كنت لديك سؤال يتعلق بمقطعنا اليوم من حيث التدبر والتفسير. إذا بارك الله فيك، إذا تتصل نحن نستقبل إن شاء الله طلبة القرآن أو الذين يريدون أن يأخذوا من معين هذا القرآن. أما الأسئلة الأخرى فلها منبر آخر، بارك الله فيكم. إذا تفضل. إذا قلت بأن هذا الوحي ما كان بشأن يكلمه الله إلا وحيا عن طريق الملك جبريل، ومن وراء الحجاب كما وقع لي موسى عليه السلام، أو عن طريق الإلهام، وهذا كثير. طبعا هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يتقارب الزمان تكاد رؤيا المؤمن تكون صادقة. يقول الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة، ولا شك أن هذا الوحي المنزل عن طريق جبريل كما بينا، وكما بين القرآن يأتي عن طريق جبريل أو يأتي عن طريق كلام الله عز وجل من وراء الحجاب كما وقع لي سيد موسى عليه السلام. نعم، ويرسل رسولا فيوحي إليه ما يشاء سبحانه، فيوحي بإذنه ما يشاء. وهذا أيضا معروف، وطبعا نختار نقول هون على أن لا سبيل لمعرفة الغيب إلا عن طريق الوحي. وبالتالي كل شيء يتحدث عن الغيب كما يسمى بالجزان وما يسمى بالأمور الأخرى لا تجوز. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، يبتعد عنها. نعم، أحييك وحيي فضيلة الشيخ. إذا حياكم الله. صحاح الفاتحة. نعم، تفضل يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن بارك الله فيك.
يعني اختيار يدل على حرصك على أن تطمئن أنك تقرأ سورة الفاتحة كما يجب أن تقرأ به. أنا كابت تسمعت قراءة هذا الأخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على سيد الأولين والآخرين، بارك الله فيه، ما شاء الله تلاوة طيبة. ملاحظة شوية على قضية إياك نعبد وإياك نستعين والصراط المستقيم والصراط الذين، هذه إياك مشددة، لكن تشديدها ما هو ما ما معناه أن تجعل جيما، والإياك بعض الناس يقول إياك يجعلها جيما يشدد حتى هي فيها تشديد، لكن تشديد طبيعي، إياك نعبد وإياك نستعين. كذلك إذن الصراط، الصراط الأولى ذي تشديد والصراط الثانية مخففة. نعم، هي طبعا أخطاء أشارت بها، يعني عمت بها البلوى في كثير من مناطق كثير من الأحيان. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا. نعم، بارك الله فيكم. ما أيضا عمت به الواهية مسألة تفخيم أو قلقلة التلميم السابق ولا الضالين قبل الواو، وهي حقا هذا هنا الانفكاك ضروري أن ننتبه له حتى نؤديه بإتقان. إذا الشيخ تكمل وقفتك قبله. وكذلك أوحينا إليك مقطع السابق، هو ما كان لنبينا يكلمون لرسولنا يكلم الله إلا وحيا، وكذلك أوحينا إليك. طبعا هذا الوحي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. طبعا قال ابن عباس هو النبوة، أوحينا إليك جعلناك نبيا تستقبل جبريل عليه السلام. قال الحسن هو الرحمة، أوحينا إليك أي رحمناك. نعم، قال السد ومقاتل وحيا، أوحينا إليك وحيا وهو هذا القرآن الذي يقرأ، والأحاديث القدسية أيضا التي يخبر فيها الله عز وجل. يقول قال الله عز وجل أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، الله أكبر. طبعا قال الكلبي هو كتاب، حين ذلك كتاب وهو هذا القرآن الذي نقرأه ولله الحمد. حين ذلك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف الشرائع لولا أنها نزلت عليه. ولذلك حين نقرأ سورة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، لا أقصد هذه. والضحى والليل، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل يا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ضالا هو لم يضل صلى الله عليه وسلم لحظة من النهار ولا من الليل، وجدك ضالا عن حقيقة القرآن والشريعة أي هذا الإسلام على ما هي عليه، كما قال الشيخ أبو علي رحمة الله بالأضواء عند قول الله تعالى عند سورة يوسف تالله إنك لفي ضلالك القديم. طبعا لا يعنون أنه أن يعقوب ضال، لكن في ضلالك عن حقيقة يعقوب يوسف كما هي عليه من كوننا رميناه في الشبه وانتهى أمره. ولذلك هنا قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهذا الإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تتوق روحه إليه وتتوق نفسه إليه، لكن هو ما كان يعرف طريقته. ولذلك حين جاءه جبريل في أول وهلة فزع صلى الله عليه وسلم، وبشر لكن ليس كالبشر، لأن الله عز وجل هيئه لما لم يهيئ له البشر. سبحان الله، سبحان الله، أفضل البشر. نعم، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نور وسمى هذا الكتاب نور. حقا يجب أن نقف مع هذا الكتاب وقفة لنأخذه بقوة. إذا نسمع الوالدتي، إذا نستقبل هذه المكالمة قبل أن نسمع محمد عبد الجليل الوالدتي لم يقرأ بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نريد أن نصحح الآيات التي تكلم. تفضل يا أخي، تفضل يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء يهب لمن يشاء إنابا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإنابا ويجعل من يشاء أخي أو يزوجهم ذكرانا وإنابا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. صدق الله العظيم. إذا بارك الله فيك أخي، استمعت إليك، ماذا تقول له؟ ما شاء الله بارك الله فيه، يبدو أنه لم يدرس أحكام التجويد. لا بد من دراسة الأحكام أولا وبعد ذلك يطبق ويصحح. ما شاء الله ويعرف يعرف يعرف كيف يقرأ ما شاء الله. الذي ينقصه فقط أن يتعلم الأحكام وبعد ذلك يطبق سيتعلم إن شاء الله. لذلك أمر سهل بالنسبة لي، ولقد يسرنا القرآن للذكر. هذا القرآن حقيقة هو مائدة الله بين أيدينا، ولا ينبغي أن ندخر جهدا مهما كان حتى نتعلم أن نقرأ هذا الكتاب ونتدبر معانيه. ذلك هذه الجيم من أخطاء الشائعة، الجيم يقرأ بها في القرآن كتقول الجيم متغشية. الجيم في القرآن هي الجيم الشديدة، هي التي يصح بها القلقلة، يصح بها أن تقرأ بها. فما تستطيع أن تقول أو يزوجهم، يقول أو يزوجهم، هذه لا تصح في القرآن. القرآن فيه الجيم الشديدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما هو الرجيم؟ الجيم الشديدة هي التي تصح في القرآن، تصح فيها القلقلة. أما الجيم المتفشية فلا تصح أن تقلقل، لا تصح فيها القلقلة. إذا طبعا هذا كلام، طبعا هذا كلام كبير تحدث فيه العلماء، مسألة الجيم والجيم، ولعل الشيخ عبد الله يتحدث عن هذا. إذا على اتحاد القرآن ينبغي أن نقرأه على أهله، وأن نقرأ القرآن على من يجيد فن القرآن. إذا أنت عليك حقيقة أول خطوة تفعلها عندما تريد أن تجود هذا القرآن أن تتصل بأهل القرآن فيصححون لك. بارك الله لك. نستمع منك محمد عبد الزيل التي لم تقرأ بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم. بارك الله فيك محمد عبد الجليل. من أين أخذت إجازتك محمد؟ أنا أخذتها من محضرة من محضرة المنزاة في قرية البلد الطيب. نعم طبعا ولاية البراكنة. نعم. البراكنة وحقا نحن شاهدت من محمد أنه كيف نقول يتوتي بالكلام لا يستطيع أن يبين ولكن إذا بدأ يقرأ سبحان ينبسط لسانه و يعني تنطلق فصاحته. بارك الله لنا ولك في هذا القرآن. إذا الشيخ عبد الله نحن نريد منك وقفة قراءة. أنا نقول دائما نختار هذا كيف حد يقولها إن ما بعد بيان دائما بيان أصبح لك كتف رحلة طويلة شعر البسمة وشوي متعب. الحمد لله لا بهذا الدعم الحمد لله بعد السفر لكن اختار أقول أن هذا القرآن يتجدد بقراءتي. أنا لو ما زدت على نقرأ هذا المقطع يكفي. سبحان الله وانت سبحان الله عجيب وصلت إلى مسألة ولكن وصلت إلى أن القرآن سمي هنا نورا. نعم سبحان الله. الله عز وجل يقول ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا في وقفتين نورا نهدي به من نشاء من الناس لا من عبادنا. سبحان الله هي الإضافة إضافة تشريف. نعم لا بد أن تكون من عباد الله حتى تنتفع بهذا النور. نهدي به من نشاء نورا نهدي به من نشاء. عادة النور يهدي كل الناس لكن لا نور القرآن. ولذلك الله عز وجل يقول في سورة البقرة يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. قال الشيخ أبو كلام نفيس في هذا المجال قال يكاد نور الإسلام حينئذ نورا يكاد نور الإسلام يذهب بأبصار المنافقين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما أباح لهم نكاح المؤمنات والإرث من المؤمنين وتسميتهم بالمؤمنين وحقن دماهم مشوا فيه قالوا خلاص متريحين. وإذا أظلم ولم يقل وإذا أظلم قاموا لأن القرآن لا يظلم والشريعة لا تظلم لكن قال وإذا أظلم عليهم قاموا أي إذا أمرهم بالجهاد في سبيل الله بالرحلات الدعوية في سبيل الله بالبذل في سبيل الله بالإنفاق في سبيل الله بالصدق والإخلاص قاموا الإسلام يا الله عليم قام. وكان جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الله أكبر سأل الله يهديني وإياكم. ولذلك الله عز وجل يقول من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. ولذلك يقول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذا تزكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وراه قال لبلد آخر إنك لا تهدي من أحببت. كيف نجمع بين الآيتين؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله أي تبين الطريق المستقيم لمن يريدها ولمن وفقه الله فينتفع. وإنك لا تهدي وقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت أي من لم تحب من تهديه كمحكى كأبي طالب الذي كنت تجلس إليه وتقول يا عم قل لي كلمة واحدة يشفع بك تشفع لك عند الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية التي أثبتت له صلى الله عليه وسلم هي هداية البيان والإرشاد والتوضيح. والهداية التي نفيت عنه هي هداية التوفيق فلا يملك التوفيق إلا الله. فأسأل الله أن يوفقني وأن يوفقكم حتى إن أحد العلماء قال لندارة التوفيق ولقلة التوفيق لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نعم
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله الله أكبر والكون كله واقف ينظر ومحمد صلى الله عليه وسلم واقف أمام هذا الكون يقول ألا إلى الله تصير الأمور الله أكبر. فنسأل الله أن لا يفضحنا عندما تصير أمورنا إليه عندما تكشف السرائر. نسأل الله أن لا يفضحنا. فالكثير من الناس يريك من كلامه الصدق لكن يعلم الله في كلامه يعلم الله في قلبه الخيانة والكذب. ولذلك عود على بدء بداية الآيات لله يقول الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض. في بداية الآيات يقول الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. فأي ملك الآن يملك قتلتيه الناس بديهم ولا أتام لكنهم خائنون فهو لا يدري ذلك ولا يعلم ذلك. كم من ملك جيء من قبلي يعني بلاطه من قبلي بطانته من قبلي أعوانه جاءه الخوف من السلام ورحمة الله. إذا نحن دائما لحسنا على أن يصح المشاهدون الخطاء شوي عنكم. تفضلي يا أختي تريدي أن تقرأي تريدين أن تقرأي تفضلي بارك الله فيك. نعم تفضلي بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها أختي بارك الله فيك. أنا حقيقة هناك صحوة كبيرة جدا في القرآن الكريم. بارك الله فيك نحن في صلاة الشورى. بارك الله فيك يا أختي حقيقة في صحوة جميلة وجليلة جدا في صفوف النساء والبنات على وجه خاص للإقبال أفواجا إلى هذا القرآن وذلك مؤشر مبشر بأننا نمضي في الاتجاه الصحيح. إذا هي بنت تريد أن تقرأ وأن تتعلم لكن هناك مبدئيات يجب أن ننطلق منها حتى نقرأ هذا القرآن. بارك الله لكم فيه جميعا. إذا بارك تفضل موت تريد أن تعلق على هذه وغيرها من البنات اللائي يريدن أن يتعلمن هذا القرآن. بارك الله بها. هذه البنت يبدو أنها تريد أن تتعلم القراءة لكن أنصحها هي ونذيراتها بأن يبدأنا بتعلم الأحكام أولا حتى يصححنا على يتعلمنا على مدرس متقن جلس لهذا الفن وهو يتقنه وما شاء الله كثر موجودون كثر يفتحون يعني هم يفتحون دور للقرآن في كل المقاطعات وفي كل الأحياء. ما شاء الله القرآن متميزين عندهم تزكيات وإجازات من شيوخ معروفين بالبلد. هؤلاء يجب أن يكون الإقبال عليهم أولا حتى يتقن الولد أو البنت الأحكام ثم يبدأ بعد ذلك بالحفظ. فالأحكام يجب أن تكون قبل الحفظ. يجب أن تعلم مقطعا واحدا مثلا تتعلم آيتين أو ثلاثة من سورة البقرة ثم تتعلم الأحكام تجود هذا المقطع على الشيخ ثم بعد ذلك تتعلم مقطعا ثم تجوده وهكذا يتدرج. هو التجويد تعلمه يعني بالرياضة كما أشار إلى ذلك الجزري رحمة الله عليه. لابد من لا كرياضة يعني الأحكام لابد لها من رياضة لا رياضة امرئ بذكه. نعم وخصوصا الاستماع أيضا إلى المشايخ المتقنين هو عامل مساعد على حفظ كتاب الله. أيضا أختي حتى تعلمين حتى نحن ليس هدفنا أن نضع حشرة في وجهك ولا أن نسبب لك إحباط لكن هذا القرآن مدوده ليست كالمدود والسماء مد طبيعي جدا والسماء مد متصل لكن هناك بعض الأماكن
أخرى لا ينبغي أن نمد فيها مدا. هناك فرق بين مد ومد ينبغي أن تعلمين سبب ذلك. وهناك أيضا ما يسمى بالغنة وحكام النون الساكنة والتنوين والنجم. عن هذه الأمور ينبغي أن نتعامل بها مع القرآن وهي سهل وميسورة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذا الشيخ نحن تحدثنا عن القرآن, كنت تتحدث عن القرآن وذكره القرآن باسم النور. نحن كيف نعيش مع القرآن, كيف نوقر هذا القرآن وكيف نطبقه في واقعنا؟ أنا أختي نقول وصلى الله التوفيق والسداد وصلى الله وجل لا أكون من الذين ينصبوا للقول قالوا فأحسنوا ولكن أحسن القول خالفوا الفعل. فلا بد أن نكون جميعا كل واحد منا يحاول أن يكون قرآنا يمشي وإسلاما يرى. لابد أن نحاول أن نتفهم وأن نتمعن في هذا القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طبعا أختي نقول هون على الناس, الناس يقرأ القرآن فقط ليجد به المال, يجد واحد قراء, ولذلك هؤلاء ما هو مصيرهم يوم القيامة؟ نسأل الله السلامة والعافية. يتاب الواحد فيعرفه الله نعمته عليه, يقول يا رب أعرف نعمتك, حفظت كتابك وتعلمته وعلمته وعلمته فيك, فيقال له إنما حفظت ليقال حافظ وقرأت ليقال قارئ, اذهب به لا حظ لك, فيجر على وجهه حتى يلقى في النار. وهذا في الحقيقة الكثير من الناس أعوذ بالله السميع العليم لا يريد أن يكون أخلاقه أخلاق قرآنية, بالتالي لا يفهم من القرآن إلا رسمه ولا يعرف من الإسلام إلا اسمه. وهذا ما هو واقع القرآن وحده, واقع المشاهدين, الواحد يشاهد في الميدان ليقال شجاع, ولا واقع لا واحد واحد ينفق أمواله. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وبالتالي ينبغي أن نستضيء بقرآن بهذا النور, نور القرآن نستضيء به حتى نتبين هل نحن على صواب أم على خطأ. نستضيء به لنعرف مواقفنا في هذه الدنيا, هل تواقف توافق شرع الله أم توافق هوى في أنفسنا. الكثير من الناس مواقفه يدور من خلالها إدارة, وزارة, عمارة, سيارة, ورحم الله علماء الأمة الذين لا يريدون سيارة ولا طيارة جزاهم الله خيرا. الشيخ بدأ لابد أن الواحد يعود يريد وجه الله عز وجل, ينصح لله عز وجل, يبتغي بعلمه وجه الله عز وجل, لا ليقال عالم ولكن لينصح الأمة وليبكي وحده إذا خلا بربه وليتوب إلى الله عز وجل وليستنير بنور هذا القرآن. وهو نور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات, ظلمات متشعبة ولكن قال إلى النور. وكذلك وحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فلا بد أن نهتدي بهذا القرآن ولا بد أن نتبع طريق هذا القرآن كما يريد الرحمن لا كما نريد نحن. وما هلك قوم إلا عن تأويل. المقتدي لا بد أن يقتدي بما قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. هذا القرآن لا بد أن نمشي مشيه وتحركه بحركته. يقول صاحب الظلال عليه رحمة الله إن هذا القرآن لا يفهمه إلا من تحرك به وعاش من أجله ومات في سبيله. وهكذا أهل القرآن. نعم حقا الشيخ بارك الله لنا ولكم في القرآن. هذا القرآن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أيها المشاهدون طيب الله لنا ولكم هذا الوقت واجعله إن شاء الله مصروفا أو في أغلبه لخدمة هذا القرآن. إذا كان معنا سيدنا كابر ممون نشكره على هذه القراءة الجيدة, وأيضا محمد عبد الجليل هذا الشاب المجاز الذي حضر معنا لأول مرة في هذه الحصة, وأيضا نشكر شيخنا عبد الإله بن عبد الملك لأن ضمنا لقاء آخر. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.